صدر حديثا سلسلة البحوث الفلسفية الجزء الثاني، فلسفتنا بأسلوب وبيان واضح. الجزء الثاني، الإسلام ما بين الأفلاطونية والعقليين والنظرية الحسية والماركسية، بيان وتوجيه وتعديل لما جاء في بحوث فلسفتنا للشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره السيد الصرخي الحسني. أهم الموضوعات، تساؤلات حول الإدراك أساس المعرفة، تداعي المعاني، نظرية الحسيين إلغاء للتصديق، نظرية الاستذكار الأفلاطونية، قضايا متهافتة، النظرية العقلية تهافت تحليلا وفلسفة، النظرية الحسية خطوات فشلها، النظرية الحسية تبني الماركسية، نظرية الانتزاع الإسلامية اتساق مع البرهان والتجربة، نظرية الانتزاع الإسلامية البرهان والتجربة، التوافقات التصورية، نظرية الانتزاع الإسلامية إحساس وابتكار. أهم المحتويات، تساؤلات حول الإدراك أساس المعرفة، الإدراك تصور وتصديق، تداعي المعاني، نظرية الحسيين إلغاء للتصديق، المصدر الأساسي للتصور تصور بسيط، المعاني التصورية المتنوعة بسيطة ومركبة، التصورات البسيطة تعدد النظريات في مصدرها، نظرية الاستذكار الأفلاطونية قضايا متهافتة، نظرية الاستذكار الأفلاطونية تأسيس على نظرية المثل، نظرية الاستذكار الأفلاطونية خلل في فهم الكليات، النظرية العقلية تهافت تحليلا وفلسفة، النظرية العقلية تأسيس على الإحساس والفطرة، النظرية العقلية افتقار إلى مبررات القبول، النظرية الحسية خطوات فشلها، النظرية الحسية اقتصار الذهن على التصرف، النظرية الحسية تبني الماركسية، النظرية الحسية خطوات إثبات فشلها، نظرية الانتزاع الإسلامية اتساق مع البرهان والتجربة، نظرية الانتزاع الإسلامية إحساس وابتكار، نظرية الانتزاع الإسلامية البرهان والتجربة.